متتبعي قناة شوف تيفي، السلام عليكم في بث مباشر جديد من مدينة تمارا. وهذا الوضع الكارثي اللي كتشوفوا فيه الآن، فالسبب ديالو هو سبب يقدر يقيس أي واحد فينا. الشارجور خلا هاد الدار هادي هانتوما كتشوفوها. هادي الحالة ديال الدار، وهذا بيت من البيوتة ديال الشقق ديال السكن الاقتصادي. الوضع الكارثي اللي ولات عليه هاد الدار هادي انتما كتشوفوه، ما بقات حتى شي حاجه، لا بيبان، لا ماكينه صابون، لا حوايج. الماريو اللي كان هنا تحرق، كلشي تحرق، القبص طاح، البيطون تبان، كلشي انتما كتشوفوه، كلشي على عينيكم. والسبب راجع كما شرحت لكم في الاول للشارجور. الوضع المأساوي اللي صبحات كتعيشو هاد العائلة المكونة من ثلاثة الأفراد، جوج وليدات صغار اللي لولا الألطاف والتدخل البطولي لشباب الحي لا مكان ما كناش نشوفوهم اليوم وما كناش نسمعو كلامهم. هانتوما كتشاهدو الدار كيفاش ولات، وغنسمعو من عند السيدة شو المكانة ديال الضوء اللي تاهي تحرقات. الدار كاملة ولات رماد، الدار كاملة ولات مصبوغة بالصباغة الكحلة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غنتسنى نتكلمو مع السيدة مولاة المنزل. حاجة شتي هي عندك هذا قبل ما أننا نتكلمو، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. بزاف ديال الناس كيقولك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، شتي اللي قسم الله. عيطت لي الاخت ديالي، انا خدامه في حديقه الحيوانات، كندير ميناج على ود وليداتي، حتي باهم 3 سنين هادي خارج عليا. انا لا ما جات لي لقمه العيش، ما كاينش اللي يجيبها ليا لوليداتي. انا اللي كنكافح معاهم، انا اللي تنقريهم، انا اللي دايره لهم مراجعات بحضور الجيران حدايا، ما كيشهدوا راه 3 سنين خارج عليا. الا ما جات ليش انا واحد الحاجه ما كاينش اللي يجيبها. تم نهار الربو ديالي، نهار الخميس اللي تنجلس فيه كندير فيه ميناج عند الناس، شاده دروش كنضرب فيهم تاني نهار الربو ديالي. مني عيطت لي الاخت ديالي، كنخرج انا مع 7:30، عيطت لي الاخت ديالي قالت لي دارك تحرقات. قلت لها الاهم ديالي هو وليداتي، قالت لي ولادك رداوهم الدراري، ولاد العمارات نجاوهم الحمد لله، هذا من فضل الله. كنطلب سيدي ربي غير مني بقاو لي وليداتي بخير وعلى خير، ما هادشي كلشي ما بقاش فيا الحال. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. كنطلب من الله سبحانه، كتشي كتشوفوا كلشي على عينيكم، ما اللهم لك الحمد. هذا هو اللي نقول. ما اللي لاحظنا الان هو انك مأمنة بقضاء الله وقضاء الحمد لله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. انا الحمد لله كنشوف تاني عينيك نقول اللهم لك الحمد. مني عاشوا لي اولادي هذاك هو الفضل ديالي، وما هادشي كلشي الحمد لله كيتخلف، وكنطلب من الله ربي كبير. ما عندي ما نقول لكم، ماش غنقول لكم شي حاجه، ما قدرت نقول حتى كلمه، واللي فيها الخير اتي بها الله سبحانه. جيتي لقيتي العافيه باقا شاعله؟ لقيت العافيه باقا شاعله. كيفاش كانت الاجواء هنايا؟ لقيت ولاد العمارات كلهم كاينين، لقيت عيالات ولاد الحومه، بنات الحومه، جيراني، هما لقيتهم هما كلشي، لقيت حبابي، لقيت كلشي في جيراني. لقيت اي واحد اللي تعرض ليا كيقول لي اختي وليداتك بخير وعلى خير، اختي ما تخافيش وليداتك بخير وعلى خير، دارك الا مشات لهلا ردا، المهم حنا عتقنا لك وليداتك. الحمد لله لقيت الجيران، لقيت ولاد العمارات، لقيت اللي ما كنعرفوش لقيت عتق لي وليداتي. اللهم لك الحمد، الله يرحم لي من والدين تاهما. الحمد لله كنطلب من الله سبحانه يعاونني ويعاون وليداتي، وهذا هو الفضل ديالي، واللي بغى الله مرحبا بها. انت واحد الحاجه باذن الله. اللهم لك الحمد على كل حال. شو بالي هاتيك ديالي يكون شو؟ الو، السلام عليكم. لاباس خويا؟ بخير. لا اي خويا، اي خويا، ها هو. نكملوا اللايف خويا، نكملوا اللايف وعاود تصافى عافاك. الله يحفظك، شكرا شكرا. مرحبا مرحبا اختي. تلاقيتي مع الناس جديدان؟ كلشي الحمد لله. لقيتها ولات رماد،
الباقي الله كاع اللي درتو بعرق كتافي وبصحتي وبتمارتي مشى ليا الحمد لله. مشات ليا فلوس ولكن الفلوس دقدات ما داها ليا حتى حد. فلوس تحرقات ما ينطات اي البيت راكم شتوه طاح ما دا ليا حتى شي واحد شي حاجه كلشي دقده تمن حوايج من حوايجي وحوايج ولادي مانت جداد كلشي دقده حتى واحد ما دا ليا شي حاجه غير مني سلكوا ليا غير وليداتي هذاك هو الفضل ديالي اللهم لك الحمد. كلها تحرقات ما بقات ليا حتى شي حاجه هادشي اللي كتشوفوا ديال الجيران كل واحد اش جاب ليا ما بقات ليا حتى شي حاجه الا هاد الحويجات اللي مشتهم مصبنين هادو ديال الجواد وديال الحباب كل وحده كتجيب ليا حاجه ساعه الوليدات باقي مأزمين ما بغاوش يدخلوا ليا للدار ما بغاوش يدخلوا ليا كيدخلوا كيقول لك لا غنزيدوا نتحرقوا وسطها كيهربوا ليا دابا راه جالسه فيها غير بوحدي وما اللهم لك الحمد. دابا الوليدات نفسيا راه معايشه ليا عند جارتي هي كتسمع فيا يقول لي مشو عاد خالتي سعاد نجلس سعاد مشو عاد خالتي سعاد كنقول لهم سيروا انت هذه عارفه اختي وجارتي وصاحبتي اللهم لك الحمد. شو السبب ديال العفويه؟ شارجور طابليت دايره لي طابليت كيلعبوا بي على حساب حنتي ماما سميتو مالفا كنخلي السوارت اختي مالفا كنخلي سوارت لجارتي ما مكتابه داك النهار ما مكتابه ما خليت سوارت لتا واحد ديت انا سوارت البنيه عندها سوارت خرجت تجيب لهم غير الخبز خرجت من المدرسه مع ديك العشرة خرجت تجيب لهم الخبز باش تجيب لهم تعمر لهم اتاي اللي عطى الله عطاه صافي من وراها هي واخا كل ما نشوفوا النداء ديالك غير النصيحه ديالك الامهات باش ما يطيحوش في نفس الغلط ما نقولوش لا تحسي فيه انما قدر الله ما شاء هذا ما كان وانما غير باش يردوا بالهم من الشارجور لان راه هذيك كاينه بزاف الخسائر كنطلب من اي ام كنطلب من اي امراه جالسه في البيت ديالها تخلي ولدها يلعب بالطابليت ولا بالشارجور وياك 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 ما تخليش ولدك يكون كيلعب في الشارجور وانت كتشوف فيه التليفون كيتشارجا اولا الطابليت كيتشارجا وولدك كتخليه يلعب فيه راه اللي طرى لي انا غيطرى لك انت وانا الحمد لله انا ما بغيتو حتى شي وحده ما بغيتو حتى شي وحده ما بغيتو حتى شي وحده واللهم لك الحمد على كل حال كاع اللي جات مع عبد الله مرحبا بها. نداء ديالك للمحسنين والمحسنات اللي كيشاهدونا الان خصوصا على اننا على الهواء مباشره شنو تبغي تقول لهم؟ نقول ما بالي ما نقول لي اللي كنشوفه الان رغم هادشي كامل ان ابتسامه الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد كله ها هو كيشوف كلشي بنادم كاين ما نقول لهم الحمد لله كنشوف تانعيا كنقول اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد الحمد لله. اذا كما ذكرت كما تكلمت معكم في الاول متابعي قناه شوف تي في فالمنزل ها هو كتشوفوا فيه راه ما بقى فيه والو لذلك اللي لقى باش يعاون يعاون لان هاد الاسره راه ما فحالهاش يعني السيده كتشتغل في الميناج وهانتوما كتشوفوا البيت كيفاش الحاله ديالو كيفاش الوضع ديالو نتمنى ان يكون في قلبكم الرحمه وتعاونوا عندها جوليدات صغار الكبير فيهم عنده يمكن اقل 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 يمكن من 6 سنين ولا 5 سنين حويجات كويشات يعني شي حاجه لانها تعاود تأتش هذا المنزل ديالها فلكم منا جزيل الشكر على امل اللقاء بكم في قادم احداث نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ردوا بالكم من الشارجور.